السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعين قناة غرائب وعجائب، أحداث مشوقة وتفاصيل غريبة سنعلمها اليوم في هذا الفيديو، وهو تحول مدينة طبيعية مليئة بالحياة إلى مدينة أشباح. سنتحدث اليوم عن كارثة تشيرنوبيل والتأثيرات المرتبة. تشيرنوبيل صنفت كأكبر وأضخم كارثة نووية في العالم والتاريخ، والآن قبل سرد الأحداث اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا أن تضعوا الإعجاب والتعليق تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. معلومات أساسية يجب أن نعلمها قبل البدء بالقصة المشوقة، وهي أن محطة تشيرنوبيل تقع بالقرب من مدينة بريبات في دولة أوكرانيا، والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، وأن تشيرنوبيل تحوي على 4 مفاعل نووية لتوليد الكهرباء والطاقة، وكانت هذه المفاعلات من نوع RBMQ التي لم يتم إنشاؤها إلا داخل الاتحاد السوفيتي. وقعت هذه الكارثة في المفاعل الرابع في العام 1986 في اليوم 26 من أبريل نيسان. بدأت القصة بانفجار في غرفة تحكم مفاعل النووي، وذلك بسبب أخطاء في إجراءات السلامة أثناء الاختبار الأمني. لم يتوقعوا أن الانفجار حدث في المفاعل المتميز بغطاء فولاذي الذي يغطي نواة المفاعل ويبلغ وزنه أكثر من 1000 طن، ولكن بالرغم من تأكدهم أن الانفجار مستحيل، كان على رئيس المهندسين انتقاء العاملين الكفؤ وليس المناوبين ليلا وهم الأقل كفؤا، ولكن رغم ذلك كانوا يقومون بالخطوات الاختبار بشكل صحيح. ويا ترى ما هو السبب الأساسي الذي أدى إلى الانفجار؟ تابعوا الفيديو للأخير لتعرفوا. المهم، عند تجربة انقطاع الكهرباء وعند تشغيلها أدى خطأ في التشغيل بعد إغلاق صمامات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم إلى ارتفاع درجة الحرارة اليورانيوم إلى درجة الاشتعال، وتسبب في انصهار قلب المفاعل واشتعال نيران خطيرة جدا. انفجار النواة تسبب في انتشار اليورانيوم 235 بشكل رهيب، وكل ذرة منه تعادل رصاصة قادرة على خرق المعادن والأخشاب، ولا يوجد شيء يقف بوجهها، وأن كل جرام من هذا اليورانيوم 235 يعادل أكثر من 1,000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 ,
3 ملايين جرام، وأن الرياح ستحمل الجزيئيات إلى القارة كلها. يا إلهي، هل تتخيلون حجم الضرر؟ بوقتها مات العاملين فورا، وبعضهم تشوهوا واحترقوا. وقت وصل رجال الإطفاء لإخماد النيران، وجدوا أحجارا سوداء غريبة. عندما حملها رجل الإطفاء احترقت يده وشعر بألم كبير، وهو حجر الجرافيت الموجود داخل النواة الذي سبب أضرارا كبيرة جدا. كانت الناس خائفة ومتوترة، وحتى الناس التي كانت تشاهد الانفجار من بعيد لم تسلم من الإشعاع الناتج عن تفتت النواة، وأن هذا الإشعاع سيقتل آلاف الناس وسيصاب عدد كبير جدا بسرطان الغدة الدرقية، ولن تصلح تشيرنوبل للعيش 100 سنة. وإلى هذه اللحظة لم يقدروا أن يوقفوا الحريق. وإذا أردتم أن تعرفوا أول اقتراح كان لإيقاف النار، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. في مقر الحزب الشيوعي، وهو الحزب السياسي الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة القضايا المهمة وحل المشكلات، تم اقتراح رمي 5000 طن من الرمل ومادة البولون لإطفاء النار. ولكن للأسف، وقت بدأت أول طائرة برمي الحمل لم تتحمل وسقطت فورا من قوة الإشعاع. وحاولوا من جهة ثانية ونجحوا برمي 5 حمولات من الرمل، ولكن لم تكن كافية أبدا، وأن هذا الرمل كان سيسبب بكارثة أخرى سنعلمها بعد قليل. المهم، في هذا الوقت تم رصد الإشعاع في ألمانيا والسويد وأمريكا، وكل من هذه الدول عرفت مصدر الإشعاع وهو تشيرنوبل. وهنا الإشعاع وصل إلى أغلب بلدان الاتحاد السوفيتي وبلدان أخرى، ولن تكون البلدان صالحة للعيش لمدة 100 سنة. ومن ثم في الحزب الشيوعي تم اقتراح دخول 3 رجال من الذين كانوا يعملون في المفاعل، الذين يعرفون مداخله جيدا، ليقوموا بفتح السمامات الماء من أجل إطفاء النار وتبريد الحرارة. ولكن
هؤلاء الأشخاص كانوا سيموتون بعد أسبوع بسبب وجود كميات كبيرة جدا من الإشعاع داخل المفاعل، ويجب إخلاء المدينة فورا عند تنفيذ هذا الاقتراح للخوف من انفجار آخر إذا اتصلت النواة المنصهرة مع المياه بسبب الرمل الذي حاول إخماد الحرارة به. ولو فرضنا أن هذا الانفجار كان حدث، سوف يدمر ويمسح كل شيء حرفيا على بعد 200 كيلومتر، ما عدا الأضرار التي ستكون بالقارة كلها من أمراض سرطان الغدة الدرقية وتشوه الأطفال حديثي الولادة وأضرار كبيرة جدا، ومداها كان سيكون لسنوات بعيدة جدا. وافق مدير الحزب ونفذوا المهمة ونجحت وقارب الحريق على الانطفاء، ولكن كان هناك مشكلة أخرى، وهو أن الانفجار النووي بدأ بتهديد تلوث المياه الذي يتغذى منه 50 مليون مواطن. ومن أجل أن يمنعوا هذا الشيء حفروا نفقا لتغيير سير المياه الملوثة، ومن أجل أن لا تختلط مع الأنهار التي تشرب منها الناس بدأت المهمة الثانية، وهي صناعة خطط لإزالة التلوث. فقد قاموا بدفن الضحايا بتابوت خشبي المغطى بالزنك، وتم دفنهم في قبر جماعي وصب الأسمنت لتقليل احتمالية نقل الإشعاع من جثثهم، وقتلوا جميع الحيوانات. والآن المهمة الصعبة، وهي تنظيف سطح المفاعل من الجرافيت وإغلاقه. برأيك لو كنت مكانهم، ما الذي كنت ستستخدمه؟ أنا سأقول لكم وأعطوني رأيكم بالتعليقات. أحضروا روبوت ألماني ونزلوه على سطح المفاعل من مسافة عالية جدا، ولكن للأسف فشلت خطتهم، لم يقدر الروبوت أن يعمل بسبب ارتفاع الإشعاع. فما هو الحل؟ ابقوا معنا لنرى. في مقر حزب الشيوخ قال لابد من خسائر بشرية، تطوع 3828 جندي ولبسوا دروع رصاص وبدورات بينهم مدتها 90 ثانية فقط، نظفوا سطح المفاعل يدويا وتم تنظيف السطح بهذه الطريقة. توفى 31 شخصا على الفور، وتعرض 600 ألف من المشاركين في مكافحة الحرائق وعمليات التنظيف لجرعات عالية من الإشعاع التي تسببت بسرطان الغدة الدرقية وتشوهات وألم لا يحتمل، كانت أضرارها ضعف أضرار قنبلة هيروشيما التي تكلمنا عنها في قناتنا، أصبحت مدينة فارغة تماما مثل مدينة الأشباح. وفي النهاية ما حقيقة وراء هذه الكارثة؟ وما هو السبب الرئيسي؟ أنا سوف أقول لكم. كان سببها هو زر الـ AZ5، وهو زر التحكم الذي كان من المفترض أن يخفض الحرارة، ولكن وقت ضغطوا عليه انفجر. وكان سبب هذا الخلل هو أن روسيا التي صنعت هذه القضبان المفاعل من الجرافيت، وهو المادة الأرخص والأسوأ، وكانوا يعلمون بالخلل، ولا زال الخلل موجود في كل المفاعلات الاتحاد السوفيتي. كان الاعتراف بهذا الأمر سيضعف من قوة الاتحاد السوفيتي أمام باقي بلدان العالم. إلى هذه الدقيقة تشيرنوبيل تعتبر مكانا غير صالحا للحياة، وستبقى على هذه الحال لوقت طويل في المستقبل. فإذا كنا نخشى من سيناريوهات انتهاء العالم من خلال حرب نووية وتوقع قيام حرب عالمية ثالثة التي تحدثنا عنها في الفيديو السابق، فإن مدينة تشيرنوبيل الآن دليل على ما يمكن أن نراه في المستقبل.